سواء مع الولايات المتحدة أو غيرها تتميز به علاقات المملكة مع كافة الدول ومع الولايات المتحدة الأمريكية التي يمثلها اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يستقل هذه الطائرة الرئاسية بعد أن حطت في مدرج مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في انتظار نزول الرئيس الأمريكي بعد قليل، والاستقبال الرسمي الذي سيجري للرئيس الأمريكي جو بايدن. اختيار المملكة مشاهدينا ومستمعينا كأول محطة عربية وإسلامية كذلك يزورها الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدثت عنها وسائل الإعلام المختلفة، أشارت إلى يعني قيادة المملكة ومكانتها وتأثيرها ليس فقط على المستوى الإقليمي بل على المستوى الدولي كذلك، وأن المملكة قادرة على مد جسور التعاون والشراكة وتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم. من المتوقع كما أشار الزميل أحمد الزاهر قبل قليل أن يتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال هذه الزيارة وهذا المساء تحديدا، تعاون شامل في مختلف القطاعات وكذلك ما بين الوزراء والمسؤولين السعوديين ونظرائهم الأمريكيين الذين يحضرون كوفد رسمي.